بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج ألعاب الصلاة. النهاردة بالتأكيد بيشرفني أن أنا أكون موجود النهاردة مع جماهير النادي الأهلي في كل مكان من خلال برنامج ألعاب الصلاة والحديث عن الألعاب الجماعية والألعاب الفردية داخل النادي الأهلي. شرف كبير بالتأكيد أن أكون النهاردة موجود في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية بخصوص ألعاب الصلاة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن بشكل عام مهم جدا قبل كل شيء لازم بالتأكيد أتوجه بخالص التعازي إلى الكابتن خالد العوضي، وأن النهاردة أن أنا بتشرف أن أكون موجود مكانه النهاردة في برنامج ألعاب الصلاة في هذه الحلقة تحديدا. لكن بنوجه له التعازي، وأسرة قناة النادي الأهلي بتعزي الكابتن خالد العوضي في وفاة شقيقه الأكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وربنا يسكنه فسيح جناته. وخالص التعازي للكابتن خالد العوضي، وخالص التعازي للأسرة الكريمة في وفاة الشقيق الأكبر للكابتن خالد العوضي. بالتأكيد النهاردة الحلقة فيها تفاصيل كثيرة جدا وفيها أمور مهمة بالنسبة لألعاب الصلاة وبالنسبة لجماهير النادي الأهلي بشكل خاص لهذه الألعاب في الفترة القادمة. عندنا أخبار متعلقة بكرة السلة وأيضا كمان كرة اليد، وفي مباراة مرتقبة إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ستقام على الصالة الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، وأيضا أمور أخرى وأخبار كثيرة وعديدة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن شيء مهم جدا أبدأ الأخبار بخبر إعلان الاتحاد المصري لكرة السلة بخصوص موعد مباراة القمة بدوري مرتبط رجال السلة إن شاء الله اللي تحدد طرفها بعد خسارة النادي الأهلي بالأمس أمام نادي الجزيرة في مباراة السيمي فاينال. تحدد خلاص بشكل رسمي معاد مباراة المركز الثالث والرابع في بطولة دوري المرتبط. الأهلي هيلعب مع الزمالك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. الماتشين دول بإذن الله هيتلعبوا يوم 1 و2 ديسمبر القادم. المباراة الأولى يوم 1 ديسمبر سواء للفريق الأول أو الفريق المرتبط، وفي مباريات أخرى في اليوم التالي يوم 2 ديسمبر أيضا كمان للفريق الأول وفريق المرتبط. نادي الأهلي كان خسر من الجزيرة في اللحظات الأخيرة في مباراة الفريق الأول، ونفس الأمر تمام الزمالك خسر من فريق الاتحاد السكندري، وبالتالي المباراة النهائية هتكون مباراة نادي الاتحاد ونادي الجزيرة. مهم جدا واحنا بنبدأ الموسم وبطولة مهمة زي بطولة الدوري المرتبط، اوكي حصل خسارة، مهم جدا ان احنا نركز في المرحلة الجاية نشوف الايجابيات بالنسبة للمرحلة الجاية. لو في سلبيات ظهرت في مباراة السيمي فاينال امام نادي الجزيرة ازاي نتغاضى عن هذه السلبيات ونستفيد منها بالنسبة للمرحلة الجاية، لان لسه عندنا ارتباطات، لسه عندنا الدوري، لسه عندنا دوري السوبر، لسه عندنا الكاس، لسه عندنا منافسات اقوى واهم. حتى جمهور النادي الاهلي خلال المرحلة الاخيرة لما كان بيساند ويدعم الفريق عقب مباراة نادي الزمالك والاداء المتميز للاعبي فريق كرة السلة رجال على صالة الأمير عبد الله الفيصل، الكل كان سعيد بالأداء وبالمستوى وبالشكل العام الفني والبدني والمهاري اللي ظهر به فريق رجال كرة السلة في النادي الأهلي. إذن الخطوات القادمة مهم جدا ان احنا نبني للمرحلة الجاية. خسارة بطولة ليست خسارة موسم، لكن المهم ان تستفيد بهذه الخسارة وتشوف السلبيات اللي كانت موجودة عندك عشان تقدر تعوض ده وتحافظ على شكلك الإيجابي اللي ظهرت فيه بداية الموسم، واديت انطباع جيد لدى الجماهير ان الموسم السنة دي هيكون موسم استثنائي للعبة رجال سلة الأهلي ان شاء الله بالنسبة للمرحلة القادمة. ده كان اول خبر معنا. خبر تاني متعلق بقى بنجمة سلة النادي الأهلي الكابتن نادين سلعاوي، نجمة سلة الكرة المصرية والنادي الأهلي، وهي متعلقة في دوري الجامعات الأمريكي. في الفترة الحالية حصلت جائزة أفضل لاعبة في الأسبوع للقسم الجنوبي من المسابقة. نادين قادت فريقها نورث كارولينا جريسنبورو للفوز على جامعة فريد بنتيجة 106-44 ضمن منافسات القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي. سجلت نادين أمس الثلاثاء 31 نقطة كأقصر اللاعبات تسجيلا للنقاط في المباراة، وعقب مرور 5 مباريات في البطولة نجحت نادين في تسجيل 129 نقطة حتى الآن بواقع 21.5 نقطة في المباراة الواحدة. ده متوسط تسجيل نادين سلعاوي في المباراة الواحدة أكثر من أي لاعبة أخرى، وده رقم قياسي بالنسبة للاعبة مصرية أو لاعبة سابقة في النادي الأهلي نادين سلعاوي. نادين ترشحت ضمن 8 لاعبات لجائزة الأفضل في الأسبوع في القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي، وقادت نادين فريق هذا الأسبوع للفوز في 3 مباريات أمام جامعة ميرلاند إسترن وليبرتي وإيرسكين في الدوري الأمريكي.
تخطت نادين سلعاوي 1600 نقطة في تاريخ مشاركتها مع فريقها، وتحتاج إلى 277 نقطة فقط لتصبح الأكثر في تاريخ جامعتها تسجيلاً للنقاط. نادين سلعاوي من أسرة مهتمة جداً وأسرة نجوم كرة السلة المصرية، شقيقها كمان أحمد سلعاوي موجود في فريق السلة رجال في النادي الأهلي، والدهم بالتأكيد الكابتن سلعاوي طبعا الاسم الكبير والأشهر والأميز في لعبة كرة السلة في مصر خلال الحقبة الزمنية الماضية. نتمنى لها التوفيق يا رب، وواجهة مشرفة متواجدة في دوري الجامعات الأمريكي خلال الفترة القادمة. قدامنا حتى كمان ليها صور خاصة وهي بتلعب في دوري الجامعات، وإن شاء الله يكون ليها مستقبل كبير في الفترة القادمة ونستفيد كمان باسمها ومكانتها في لعبة كرة السلة لكن على مستوى السيدات في المرحلة القادمة. ده بالنسبة للعبة كرة السلة في التوقيت الحالي. الكرة الطائرة، كرة الطائرة رجال في النادي الأهلي خلال الفترات الأخيرة أو خلال المواسم الأخيرة زي ما بيطلقوا عليها الفريق الماسترز، يعني بمعنى أصح أو أدق الفريق اللي بيحقق انتصارات وأرقام قياسية على أعلى مستوى. الأرقام القياسية تخطت الأرقام المحلية وممكن تكون وصلت كمان لأرقام دولية خلال المرحلة القادمة. ده هيكون جزء ومحور في نقاشنا وحديثنا النهاردة في برنامج ألعاب الصلاة. في هيمنة وفي سيطرة وفي قدرة وثقة كبيرة جدا لدى رجال طائرة الأهلي بالإنجازات والانتصارات الأخيرة التي تحققت في الأعوام الماضية. لكن الخبر اللي معايا مش بيتكلم عن انتصار أو رقم قياسي، لا، الخبر اللي معايا متعلق إن الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال النهاردة كان في إحدى تصريحاته قال إن الفريق عنده طموحات كبيرة جدا رغم كل الانتصارات دي، لكن في طموح إنك تستمر على منصة التتويج وتفضل دايما في المركز الأول في المرحلة القادمة. عندك 4 بطولات هذا الموسم، دايما وأبدا فريق الطائرة رجال في النادي الأهلي بيسعى للفوز بال4 بطولات وبينافس على ال4 بطولات حتى الرمق الأخير في نهاية كل بطولة، وفي نهاية الموسم بتكون العلامة الكاملة لهذا الفريق العملاق. كابتن محمد مصلحي أشاد بما قدمه اللاعبين خلال المرحلة الماضية، وخاصة بالشكر 2 من نجوم الفريق محمد عبد المنعم وأحمد قض اللي كان لهم دور مؤثر جدا مع الفريق في المرحلة الماضية. ليه كان لهم دور مؤثر وتحديدا الكابتن مصلحي تحدث عن منعم وعن قض في المرحلة الماضية؟ لأن الفترة الماضية مع بدء الأدوار التمهيدية للبطولة كان في حوالي 9 لعيبة دوليين موجودين في المنتخب الوطني للرجال للكرة الطائرة اللي كان بيشارك في بطولة العالم. نقص الصفوف في النادي الأهلي أو في أي فريق ممكن يؤثر على النتائج أو يؤثر حتى على مكسبك، ممكن تفوز كل مباراة بصعوبة 3-2 3-1، لكن مع ذلك قطب ومنعم مع الولاد ومع اللاعبين اللي كانوا موجودين كان لهم دور مؤثر جدا إن النادي الأهلي يحافظ على سلسلة الانتصارات المتتالية اللي حققها رجال الطائرة خلال الفترة الأخيرة. وده دور كبير جدا ودعم من زملائهم بفضل خبرات قطب ومنعم في المرحلة الحالية، ودور فعال انك كمان بتحافظ على الرقم القياسي الريكورد اللي انت حققته 100 انتصار متتالي. طبعا 2 من النجوم الكبار لما يكونوا موجودين ضمن صفوف الفريق ومعظم اللاعبين الدوليين مش موجودين، هنا بقى دور اللاعب القائد والخبرة مع الجهاز الفني بيبان وقت الشدة. ولذلك الكابتن محمد مصلحي ميدو كان هذا التصريح ليه دور مهم ان هو يتكلم عن دور قطب ومنعم بالنسبة للمرحلة اللي فاتت وكمان المرحلة الجاية، ان نقص الصفوف لكن في وجود 2 من الخبرات زي منعم وقطب النادي الأهلي قدر يحافظ على سلسلة الانتصارات. دايما النادي الأهلي فريق جماعي بيعتمد على كل اللاعبين، وان شاء الله اللي جاي بإذن الله هيكون افضل، ومحتاجين كمان نخسر ارقام اكتر واكتر ونوصل لارقام قياسية بالنسبة لفريق الطائرة اللي بيحقق انتصارات لم يسبق لها مثيل بالنسبة لأي فريق سواء في مصر أو حتى في القارة الإفريقية. كرة اليد، كرة اليد وبالتأكيد بتشغل اهتمام ودور كبير جدا كمان من جماهير النادي الأهلي بتلقي الضوء على هذه اللعبة في الفترة الأخيرة والتطوير كمان اللي موجود في هذا الفريق بالنسبة للمرحلة القادمة. المدير الفني السويدي ليند جريم عقد محاضرة لفريق كرة اليد رجال النهاردة الأربع بالنسبة للاعبين استعدادا لمواجهة سبورتينج، المباراة المقرر أن تقام غدا الخميس إن شاء الله في الأسكندرية. ليند جرين المدير الفني السويدي خلال المحاضرة تطرق للعديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعب في هذه المباراة المرتقبة. بعد مباراة سبورتينج عندك الزمالك، لكن في نفس الوقت الجهاز الفني والمدير الفني السويدي والجهاز المعاون حريص على إنه يعني يخلي اللاعيبة تركز في كل مباراة على حدة. مباراة سبورتينج وسبورتينج منافس قوي في لعبة كرة اليد، فلازم يكون في تجهيز لهذه المباراة والفوز دفعة قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم الجمعة. كمان هذه المباراة هتبقى عامل فني وبدني إنك تجهز اللعيبة لمباراة القمة. إن شاء الله هذه المباراة
هتكون بكره، سبورتنج بكره في اسكندريه ان شاء الله الخميس. يوم الجمعه موعدنا بقى مع مباراه القمه اهلي وزمالك في دوري كره اليد. هذه المباراه هتقام على صاله الشباب والرياضه في مدينه 6 اكتوبر. والاهلي والزمالك متساويين في عدد النقاط في صداره جدول الدوري، وبالتالي من هنا هتكون المباراه وفيها تنافس ومباراه صعبه جدا على الفريقين. كمان في كلام بيتقال بالنسبه لهذه المباراه والاجتماع التنسيقي للماتش بالنسبه للمرحله الجايه. هنخرج لهذا التقرير نشوف تفاصيل اكتر عن المرحله الجايه لفريق كره اليد. سبورتنج الزمالك مباراتين هامتين جدا لفريق كره اليد وتحدي في هذا الموسم بالنسبه للعبه كره اليد. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. اتفقنا على الاليه اللي هيتم السماح للجمهور بالدخول والاعداد. تم الاتفاق على 75 فرد لكل نادي، شاملين اعضاء مجلس الاداره والاعلاميين وكل شيء، يعني 75 شاملين كل الاعضاء بمجلس الاداره بالصحفيين بالمصورين. وعلينا ان احنا باذن الله هنسلم الكشوفات النهارده باذن الله، سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي، والتفاصيل الباقيه كلها يعني الحاجات التنظيميه يعني بتاعه المباراه. بس اللي يعني اللي الناس مستنياه هو المباراه بجمهور او بدون جمهور والاعداد قد ايه. فبحب اقول ان الاتفاق تم، كان الاول الخطاب ان في 75 واتفق الناديين ان زياده العدد ل 75، ويعني تحديد ان اعضاء النادي هيبقوا هم المسموح لهم بالدخول او حاملي بطاقات الاتحاد. هتكلم على ان انا لعبنا سموحه في اسكندريه، لعبنا الاولمبي في اسكندريه، لعبنا سبورتنج في اسكندريه، فالقرعه وفي نفس الوقت في ترتيب الاداء المباريات يعتبر اقوى المباريات. سبورتنج هنلعبه يوم الخميس، يعني الفريق يلعب الخميس ويوصل القاهره مثلا في حدود 10 او 11 بالليل عشان يلعب ثاني يوم ماتش الزمالك يوم الجمعه. ولكن يعني اللعيبه باذن الله تكون على المسؤوليه هي والجهاز الفني. اجتماع امني اداري بيخص النواحي الاداريه من دخول اللاعبين واولياء الامور وحاملي بطاقات النادي الاهلي وكيفيه الدخول بالتنسيق مع الامن والمنسق العام للمباراه. كان في من عضو رئيس لجنه المسابقات كابتن عمرو فتحي، اجتمع مع مندوبي الاهلي والزمالك وشفنا طلباتنا ايه وبالنسبه مين اللي هيصور مين اللي هيخش الاعداد. توصلنا الى عدد 75 واحد من اهالي الفرقتين. هيبقى الدخول اعتقد ان الامن بيوضح ان هيعملوا بوابات من على طريق الواحات، كلها مواضيع امنيه يعني تنسيق البطايق، رقم البطاقه بتاعت الاعضاء عشان الامن. احنا عندنا ماتش مهم جدا يوم الخميس مع سبورتنج، ماتش مهم، فانك تلعب سبورتنج في اسكندريه وترجع تاني 6 اكتوبر فبرضه عمليه شاقه. انما يعني لو في اصابات بنحاول على قد ما نقدر نلمها، استعاده الاستشفاء بتاع ممدوح طه بتاع يوسف معرف، شويه شد عضلي لاحد اللاعبين، حاجات اللي هي الخفيفه. ان شاء الله ربنا يعدي ماتش سبورتنج على خير ونبقى جاهزين لمباراه الزمالك ان شاء الله. في مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول يوم 29 اللي هو الجمعه القادم ان شاء الله. كان النهارده في اجتماع تنسيقي بين مسؤولين نادي الاهلي ومسؤولين نادي الزمالك وبين كابتن عمرو فتحي اللي هو مسؤول مجلس الاداره من قبل المسابقات، وبالتشريفي انا طبعا مع الناس الكوكبه الجميله ديت. وتم الاتفاق ان يكون المباراه كانت الاول كان الاتفاق على 50 فرد، الاتفاق وصل ل 75 فرد، 75 فرد شاملين اعضاء مجلس الاداره من الناديين والاعلاميين وكل شيء غير اللاعبين بالنسبه للدرجه الاولى وبالنسبه للمرتبط وجهازهم الفني. وان شاء الله نتمنى ان المباراه طبعا تقوم بشكل جميل و
بشكل يليق بشكل كرة اليد في الوقت الحاضر اللي احنا فيه، والنهضة اللي احنا إذا موجودين فيها إن شاء الرحمن، وتكون مباراة كريمة بإذن الله علينا. هو طبعا هيبقى فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وهيبقى فيهم طبعا أولياء الأمور الخاصين بالأولاد الموجودين أو زوجات لعيب الدرجة الأولى، دول اللي بيعتبروا 75 شاملين اللي هيبقوا موجودين جوه المدرجات. لكن اللي مش محسوبين طبعا اللاعبين بتوع الفرقتين والجهاز الفني بتاعهم. اكيد الاهلي والزمالك هيكونوا من احسن 8 انديه هيلعبوا على مسابقه الدوري العام ان شاء الله، بس هي طبعا احنا بنعتبرها مباراه قمه، يعني هي مش هتفرق معانا في الترتيب او مش في الترتيب قد ما هي مباراه قمه. طبعا حضرتك انت عارف مباراه الاهلي والزمالك في جميع الالعاب الرياضيه هي مباراه قمه، فاحنا يهمنا ان المباراه تخرج بشكل لائق وشكل جميل، لان احنا طبعا زي ما انت حضرتك عارف عندنا بطوله افريقيا المؤهله للاولمبيات في شهر 1 ان شاء الله، وان شاء الله عندنا اولمبيات وعندنا كاس عالم، ولعيبه الفرقتين دول هم يعتبروا القوام الاساسي لمنتخب مصر. فطبعا اللعيبه دي بين اي يعني هم اخوه بينهم ومن بعض، فاكيد طبعا المباراه دي هتكون ليها عامل نفسي بالنسبه لهم، لان هيبقى طبعا موجود مدرب المنتخب هيبقى حاضر طبعا يتفرج عليهم، فطبعا هي اكيد طبعا هيكون ليها يعني تبعيه للمراكز بالاول للثامن، لان طبعا اذا كان الزمالك كسب او الاهلي كسب طبعا بتدي له دفعه ان هو بيبدا الترتيب من الاول للثامن بروح معنويه عاليه. اهلا بحضراتكم بالتاكيد بعد هذا التقرير، وتقرير مفصل بخصوص مباراه القمه مباراه سبورتنج والفرق الزمني ما بين المباراتين 24 ساعه والمباراه الاولى في اسكندريه. لكن ان شاء الله رجال يد الاهلي يكون عندهم القدره ويكونوا جاهزين ان شاء الله على هبه الاستعداد لمباراه الزمالك يوم الجمعه على صاله الشباب والرياضه هنا في المدينه الرياضيه في 6 اكتوبر، ويكون الفريق ان شاء الله على هبه الاستعداد، والعدد المحدود للاسف اللي هيكون موجود في المباراه نتمنى باذن الله يكون ليه دور مؤثر مع لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله الفريق يكون حليفه في هذه المباراه الفوز والثلاث نقاط والاستمرار في صداره المسابقه، لان خلاص لسه يعني لسه الموسم طويل ولسه المباريات كثيره في المرحله الجايه، لكن الفريق محتاج ثقه بالنسبه للمرحله الجايه، ومثل هذه المباريات في بدايه الموسم سواء مباراه سبورتنج او الزمالك بتدي ثقه ودفعه معنويه قويه جدا للاعبين بالنسبه للمرحله القادمه، وان شاء الله مع القياده الفنيه للسويدي لاند يكون في استفاده قصوى بالنسبه للمرحله الجايه، وفريق رجال اليد يحقق انتصارات ويعوض ما فاته في المراحل والمواسم الماضيه. طيب خبر اخر متعلق بقى بتنس الطاوله، وتنس الطاوله في النادي الاهلي دائما وابدا مليء بالانتصارات، ودائما كل المباريات بطولات وارقام في الانتصارات سواء للفرق الكبيره او حتى مباريات الناشئين والناشئات. ناشئات تنس الطاوله احتلوا المركز ال11 لكن في بطوله العالم تحت 18 سنه، وده مستوى طيب جدا بالنسبه لبطوله العالم لهذا المستوى الفني او تحديدا في لعبه تنس الطاوله. المنتخب الوطني للناشئات تنس الطاوله تحت 18 سنه حقق المركز ال11 في بطوله العالم واللي بتتلعب في تايلاند، ودايما لعبه تنس الطاوله في المنتخبات بيبقى فيها عناصر رئيسيه واساسيه من لاعبي النادي الاهلي. تحت 18 سنه بطوله عالم في تايلاند تحقق مركز 11 بعد ما كسبت كمان نادي تايلاند بنتيجه 3-1، ده يعتبر شيء جيد. المنتخب لا ننسى وقدامنا حتى صور البطلات والناشئات في هذه الصوره بيضم بين صفوفه هنا جوده لاعبه النادي الاهلي وهي اصغر لاعبه في البطوله لسه ما كملتش 12 سنه، لكن ان شاء الله يكون لها دور مؤثر في المرحله القادمه. عايزين نقول كمان هنا خلال اليومين اللي فاتوا يمكن تعبت شويه وكان عندها دور برد واتاثرت حتى اثناء ما كانت بتشارك في المباريات والمسابقه مع فريق الناشئات لتنس الطاوله، لكن باذن الله تكوني جاهزه خلال المرحله القادمه ان شاء الله يا هنا، ويكون ليكي دور مؤثر مع زملائك في المباريات القادمه، وان شاء الله ناشئات تنس الطاوله بالنسبه للمنتخب الوطني الفتره الجايه وحتى لاعبي النادي الاهلي يكون عندهم مستوى افضل وافضل بالنسبه للمراحل القادمه. طيب لاعبه اخرى لكن في لعبه اخرى، جيانا فاروق بنت النادي الاهلي ايضا واللي بتتواجد في الدوري العالمي للكاراتيه متواجده ووصلت الى اسبانيا للمشاركه في الدوري العالمي. الدوري العالمي هنا احنا بنتكلم على مستويات فنيه وامكانيات مستوى اعلى بكتير من المباريات اللي بتتلعب هنا في المناطق او في الجمهوريه في مصر. جيانا فاروق هي نجمه النادي الاهلي واللي هي لاعبه المنتخب الوطني، وصلت اسبانيا عشان تشارك في بطوله الدوري العالمي اللي هتتلعب في الفتره من 29 نوفمبر يعني من يوم الجمعه ان شاء الله لغايه يوم الاحد اللي جاي 1 ديسمبر. جيانا حاليا بتحتل المركز الثاني عالميا، ولو قدرت انها تحافظ على ترتيبها ده لحد شهر 4 اللي جاي هتصعد مباشره الى اولمبياد طوكيو من غير ما تدخل اي تصفيات في المرحله اللي جايه. اذا الدوري العالمي للكاراتيه مهمه جدا بالنسبه لجيانا فاروق عشان تحافظ على نفس التصنيف بتاعها والمستوى بتاعها
قبل شهر ابريل. لو فضلت على نفس هذا المستوى يعني هيتم اعفائها من المشاركه في اي تصفيات او مباريات مؤهله الى اولمبياد طوكيو في صيف عام 2020، وده هيبقى شيء طيب جدا، خاصه ان اللعبه جديده على الاولمبياد خلال الفتره القادمه، ونتمنى ان شاء الله تكون لاعبه مصريه متواجده في الاولمبياد ويكون لها دور ان شاء الله في تحقيق ميداليه لمصر في هذه الدوره الاولمبيه الكبيره اللي الكل بينتظرها والعالم كله بيتفرج عليها، لان اكبر حدث رياضي عالمي العالم كله بينتظره كل 4 سنوات. الى هنا طبعا اخر خبر معايا في فقره الاخبار، وهو متعلق بسباحو وسباحات الاهلي من اصحاب الاراده او بمعنى ادق اصحاب الهمم. عملوا انجاز جيد جدا وحصدوا 23 ميداليه متنوعه في اليوم الاول لبطوله كاس مصر. انا عايز اقول عليهم من دلوقتي انهم اصحاب الهمم، وهذا المعنى وهذا هذه الجمله هناك طبعا في المصطلح اللي بيتقال في الامارات العربيه المتحده، مصطلح بالفعل بيصف هذه او البطلات والابطال اللي بيشاركوا في الالعاب الرياضيه. لعبه السباحه تحديدا من الالعاب الصعبه جدا، ولما يكون اصحاب الهمم يقدروا يلعبوا لعبه سباحه وفي نفس الوقت يحققوا ميداليات متنوعه، ده مش شيء بعتبره انجاز، لا ده اعجاز. وسباح وسباحات الاهلي في بطوله كاس مصر عملوا رقم كويس جدا لغايه اللحظه دي، 23 ميداليه متنوعه بواقع 7 ذهب 7 فضة 9 برونز، ده كله في اليوم الاول بس من البطوله. هذه البطوله المقامه في راس التين بالاسكندريه، وبيشارك فيها النادي الاهلي بعدد 39 سباح وسباحه من اصحاب الهمم. المشرف العام على الفريق الكابتن العجمي محمد السعيد، والمدير الفني الدكتور محمد فتحي، والمدير الاداري دكتور محمد فؤاد. النادي الاهلي بيولي اهتمام كبير جدا بهذه اللعبه وتحديدا باصحاب الهمم والاراده والتحدي خلال الفترات سواء الماضيه او حتى القادمه، لان ده دور مجتمعي ورياضي مع ابطال وبطلات بيمثلوا النادي الاهلي وبيمثلوا مصر، ودورنا ان احنا كمان نكون واقفين معاهم وفي ظهرهم عشان يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي جدا، بل بالعكس بيتفوقوا على الاصحاء كمان في تحقيق ميداليات وبطولات سواء حتى على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخبات او حتى كمان على مستوى الالعاب الاولمبيه في الدورات الاولمبيه سواء لاصحاب الهمم او حتى بالنسبه لبطولات العالم. كمان بنوجه الشكر بقى لاولياء الامور، هنا توجيه شكر خاص لاولياء الامور على دورهم ووقفتهم ومساندتهم وكمان وقتهم، ان هم بياخدوا هذا الوقت الكبير جدا عشان ولادهم ويكونوا موجودين مع ولادهم عشان يساعدوهم ويكونوا معاهم لحظه بلحظه وما يحسوش معاهم باي تاثير او يكون في اي تقصير معاهم وهم بيشاركوا او بيلعبوا رياضه سواء رياضه تنافسيه او حتى رياضه للمهرجان او رياضه للرفاهيه او حتى لموهبه او لعبه بيلعبها اي بني ادم عشان يتنفس او في وقت فراغه بشكل عام. لكن بشكل عام هنا في ادوار متكامله مع بعضها، هذه الادوار المتكامله ليها دور في النهايه ان احنا بنشوف بطل او بطله من اصحاب الهمم بيكون واقف على منصه تتويج ماسك الميداليه سعيد ومبسوط، والابتسامه دي لوحدها قيمتها بملايين. فبعد ما بتشتغل وبعد ما بتوصل لهذه النتيجه الاجماليه بتبقى سعيد، لان هذه السعاده لا تضاهيها اي مصاريف او اي ارقام ماليه بتصرفها كميزانيه على هؤلاء الاولاد او البنات في البطولات اللي بيشاركوا فيها عشان في الاخر يكونوا سعداء بالانجازات والمشاركه في الرياضيات، وكمان عشان يندمجوا مع المجتمع المصري والمجتمع بشكل عام في المراحل القادمه. وده الدور المجتمعي والدور الرياضي اللي مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي بتولي ليها اهتمام كبير جدا في الفترات السابقه وحتى خلال الفترات القادمه. الى هنا بتنتهي فقره الاخبار، وان شاء الله الانجازات تستمر، ودايما كده فقرات الاخبار ان شاء الله يكون فيها انجازات مستمره سواء في الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه، الطايره، السله، اليد، جمهور بينتظر منها كثير ان شاء الله خلال الفتره القادمه. بعد الفصل 2 من النقاد الرياضيين وفقرة استثنائية وخاصة تحديدا في ألعاب الصالات، لأن ألعاب الصالات دايما بيكون فيها إلقاء الضوء على اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات اللي بيشاركوا في هذه الألعاب سواء الجماعية أو الفردية، لكن قليل جدا لما الجمهور بيسمع رأي الإعلام، والإعلام جزء تحديدا في ألعاب الصالات الاهتمام الجماهيري أو الاهتمام الإعلامي مش بنفس طبعا حجم الألعاب الأخرى أو لعبة كرة القدم. لكن فرصة طيبة النهاردة نشوف بقى الإعلام والسوشيال ميديا مدى تأثيرها على المشجع وعلى الجمهور، لدرجة إن هذا التأثير الإعلامي خلال السنوات الأخيرة كان ليه تأثير إيجابي جدا، إن الجمهور ابتدى يهتم بشكل كبير
بالعاب الصالات في الفترات الاخيره، سواء في الالعاب اللي بتتلعب سله طايره يد او حتى الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه في الفترات الاخيره. الاستاذ علي البحيري، الاستاذ امجد الغنيمي، اثنين من النقاد الرياضيين مهتمين بشان العاب الصالات وعندهم تفاصيل كثيره جدا، وبالتاكيد هنلقي الضوء على الرقم القياسي اللي اتحقق بالنسبه لفريق رجال الكره الطائره خلال الفتره الاخيره، و100 انتصار متتالي خلال كذا موسم في انتصارات متتاليه، وان شاء الله ارقام قياسيه في الفتره القادمه منذ موسم 2016 وحتى الان، والانتصارات متتاليه خلال الفتره القادمه. فاصل واستقبل اثنين من النقاد الرياضيين، الاستاذ علي البحيري والاستاذ امجد الغنيمي. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج العاب الصالات. وقلت لكم بالتاكيد هذه الفقره مهمه لان هنلقي الضوء بس بشكل مختلف، مش هنتكلم في فنيات ولا هنتكلم مع لاعبين او مدربين، لا هنتكلم عن الاعلام الرياضي ودور النقاد الرياضيين في متابعه العاب الصالات خلال الفترات الاخيره، وتاثير الاعلام وتحديدا السوشيال ميديا على اهتمام الجماهير بهذه الالعاب اللي البعض وصف منها بانها العاب شهيده لعدم الاهتمام. مدى التأثير ودور الإعلام في المرحلة القادمة ده هيكون محور حديثنا في هذه الفقرة الحوارية من برنامج ألعاب الصالات. لذلك أنا برحب باثنين من النقاد الرياضيين الأعزاء اللي بتشرف أن أنا النهاردة موجود معهم في هذه الحلقة من برنامج ألعاب الصالات، النقاد الرياضي والمهتم بشأن ألعاب الصالات الأستاذ أمجد الغنيمي. منور الدنيا أمجد، أهلا بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك. والأستاذ علي البحيري أيضا من المهتمين جدا بألعاب الصالات وعنده قصة وحكاية تحديدا في كرة الطائرة هنتطرق ليها خلال هذا الحوار. استاذ علي اهلا بيكم منور الدنيا. اهلا بيك محمد واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي. اهلا بيكم وبالتاكيد منورين النهارده، وطبعا في البداية كنت عايزين توجهوا واجب التعزية للكابتن خالد العوضي. يعني احنا حابين الاول بسم الله الرحمن الرحيم حابين ان احنا نعزي كابتن خالد في وفاة شقيقه. طبعا احنا مبسوطين ان احنا معاك، كنا هنبقى مبسوطين ان كان يبقى كابتن خالد، بس ان شاء الله يكون باذن الله في الجنه وربنا يرحمه ويصبغ الاسره باذن الله. طبعا عايز اعزي كابتن خالد العوضي طبعا في وفاه شقيقه طبعا، وان شاء الله ربنا يتقبله في جنات النعيم، وان شاء الله يديلهم اهله الصبر والسروان ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا النهارده اسره النادي الاهلي والنادي الاهلي ومجلس الاداره والاجهزه الفنيه واللاعبين وجهوا واجب التعزيه للكابتن خالد العوضي واسره الكابتن خالد في وفاه الشقيق الاكبر للكابتن خالد العوضي. البقاء لله وان شاء الله تكون اخر الاحزان، وباذن الله الفتره القادمه ان شاء الله كابتن خالد يكون موجود معاكم في برنامج ان شاء الله برنامج العاب للصالات. طيب ابدا معاك يا استاذ علي برقم مهم جدا كان حديث ومسار الجميع في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، فكره ان فريق الطايره رجال في النادي الاهلي وصل لرقم 100 مباراه انتصار متتالي خلال المواسم الاخيره. طبعا في كلام كتير ممكن يتقال، اولا كيفيه الحصر، مصادرك الخاصة في حصر هذا الرقم، المدة الزمنية اللي استغرقها الفريق عشان يوصل لرقم 100 في المواسم حتى موسم 2019-2020. في البداية هو يعني إنجاز كبير إعجازي رياضي ما تحققش في أي يعني نادي في العالم ولا في أي دولة في العالم في الكرة الطائرة. النادي الأهلي بيسير بخطى ثابتة في الكرة الطائرة على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات، بس على مستوى الرجال نقدر نقول ان في تاريخ كبير بيتكتب. النادي الاهلي اول نادي في العالم بيحقق 100 فوز متتالي على مستوى كافه البطولات. مش بس كده، هو بيخش موسوعه جينيس للارقام القياسيه لانه كسر الرقم السابق المسجل باسم فريق فاكي بانك التركي للسيدات اللي كان محقق 73 انتصار من 2013 ل 2014. فالنادي الاهلي دلوقتي تاريخ كبير جدا ولسه الرقم مرشح للزياده، فاحنا شايفين ان في انجاز كبير جدا رياضي ما اعتقدش انه ممكن يتكرر تاني وممكن يتحقق تاني في اي لعبه. موضوع صعب جدا وموضوع الرقم كبير ومثير، فاعتقد ان هو انجاز كبير جدا. وانا عملت تحقيق عن الموضوع ده في بوابه العين الاماراتيه، يمكن تواصلت مع موسوعه جينيس وتاكدت ان الرقم التركي ده هو اللي كان مسجل، ان هم هيبحثوا رقم الاهلي وبنحاول. كم رقم الفريق؟ 73 بالظبط. 73 عملوهم حوالي سنتين أو سنة ونص. الأهلي في حوالي 3 مواسم دلوقتي محقق 100 انتصار متتالي. مش بس كده، الأهلي في 100 انتصار كسبان نتيجة الأشواط 3-0 في حوالي 82 مباراة. يعني 82 مباراة انتصار ساحق. انتصار ساحق. و16 مباراة 3-2 3-1 سوري، وبعد كده 3-2 مبارتين بس. فأعتقد النادي الأهلي مش بس بيحقق إنجاز كبير، ده في نفس الوقت كمان في انتصارات ساحقة. في بطولات كتير بتحقق النادي الاهلي اللي مش كتير يعرفه. النادي الاهلي في الكره الطايره
هو الاول في البطولات القاريه، 20 بطوله قاريه، 16 بطوله، 14 بطوله لابطال الدوري، وست بطولات لابطال الكاس. ياتي خلفه سيسكا موسكو الروسي ب 16 بطوله فقط. فالنادي الاهلي لما يكون الاول على العالم في بطولات القاريه في الكره الطايره، ده كتير من الناس ما تعرفوش، ده انجاز كبير وتاريخي، زي كره القدم لما الاهلي كان الاول على العالم في بطولات القاريه، فطبعا انجاز كبير جدا. كره الطايره زمان من النادي الاهلي، من زمان، من بدايه تاسيسها 1932 في الرجال، والنادي الاهلي نادي تاريخي وعظيم في الكره الطايره. طيب انت حصرت ال100 مباراه في مسابقه واحده، ولا انت بتتكلم في مختلف المسابقات؟ لا طبعا، في الثلاث بطولات، في الدوري المصري وكاس مصر وبطوله افريقيا ابطال الدوري. الاهلي لعب حوالي 76 مباراه في الدوري، ولعب 10 بطولات في الكاس، و14 بطوله في بطوله افريقيا ابطال الدوري. ده ال100 مباراه بالظبط. طب الفريق التركي على نفس القياس بمسابقات مختلفة ولا ثلاث بطولات؟ ثلاث بطولات محلية، وفي بطولة في أوروبا. في أوروبا. اه تمام. طيب حصر المسابقات والمباريات دي كلها كان من خلال بقى السكور شيت في الاتحاد المصري للطائرة، ولا طريقة الحصر الأرقام تحديدا في الألعاب دي بتبقى صعبة أوي الوصول ليها؟ لا طبعا، هو على طريق الجهاز الفني للكرة الطائرة بالنادي الأهلي أكيد طبعا. أكيد طبعا. وفي طبعا مجموعة شباب مهتمين جدا بالألعاب الجماعية والألعاب الفردية في النادي الأهلي، صفحة زي صفحة ألعاب الصلاة مهتمية جدا بالموضوع ده، شباب طبعا حاصرين كل الكلام ده ومتابعين القصة، فبالتواصل مع الناس ومع النادي الأهلي قدرنا نحصر القصة دي. وطبعا تواصلت مع موسوعة جينيس وقدرت أعمل تحقيق، الحمد لله لقى نجاح كبير جدا الحمد كويس. لله آه. والتحقيق ده فعلا مش بس عملت فيه الرقم القياسي وازاي اتحقق، انا حصلت كمان تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي رجال بدايته لحد دلوقتي. كل الارقام من الاهلي الاول على الالقاب القاريه، النادي الاهلي واخد كام دوري، واخد كام كاس، واخد كام افريقيا، كام بطوله عربيه. النادي الاهلي الوحيد، النادي العربي او الافريقي الوحيد اللي واخد بطوله افريقيا اوروبيه سنه 81 في هولندا، محدش يعرف الكلام ده. فالنادي الاهلي في الكره الطايره نادي يعني فعلا نادي تاريخه كبير وعالمي ومعدي ناس كتير جدا في اوروبا. طيب امجد، لو سالتك عن السله، الرقم ده في السله ممكن يبقى صعب شويه عكس الطايره. مبدئيا بس انا حابب اهنئ علي على التقرير اللي هو عامله، يعني حاجه فكره برضو الناس في المجال بتبقى عارفه شويه قد ايه ان انت توصل للمعلومات دي في الالعاب اللي هي بعيده عن القدم بتبقى صعبه شويتين جدا. انت لما بتيجي بتنظم بطوله افريقيه لالعاب تانية ممكن بتواجه صعوبه ان انت توصل للوجو النادي اللي جاي يلعب، مش هقول لك لمعلومات، ففكره ان انت توصل لنتائج باشواط وان انت تشوف في العالم كله مين الماتشات او الفرق الرسميه ومين هواه، فكره ان انت توصل للمعلومات دي في وقت قياسي صغير وتبقى محضر لده، فدي حاجه يعني بعيدا عن صداقتي مع علي هو يستحق الاشاده على ده جدا يعني. دي حاجه كمان المرجعيه في الامور دي بتبقى صعبه جدا بالظبط، والغلطه فيها بفوجه زي ما بنقول، انت ان انت تقول في رقم قياسي اتعمل وبعد كده تطلع لا خلاص يعني هيبقى مصداقيتك عند الناس بقت صعبه شويه. لكن فكره ان انت تبقى بتوثق ده وتتواصل مع موسوعه جينيس العالميه وتبدا توثق ده، وان انت تبقى بتساهم ان اسم النادي يكون في حاجه عالميه زي ديت، دي حاجه بصراحه لازم الناس تبقى بتشيد بعالي يعني بالمجهود اللي عامله. بالنسبه للباسكت لو انت بتتكلم بشكل في عام. بشكل عام صعبه كتير جدا، لان تعالى خلينا مثلا في مصر هنا، تعالى شوف كل سيزون الانديه اللي بتكسب البطولات، انت بتخش كل موسم انت مش عارف مين هيبقوا من التوب فور، مش هقول لك حتى مين اللي هيكسب. السيزون ده مثلا الاهلي دعم صفقات كبيره جدا، خلاص هيبقى في بطولات وكده ومع جهاز فني جديد، الاتحاد السكندري كذلك، الجزيره كذلك، سبورتنج، الزمالك، كل الحاجات دي بتبقى صعب ان انت تخش البطوله انت عارف مين اللي هيكسب. لكن في الطايره في خلاص بقى في علامات، الاهلي في افريقيا هو اللي مكتسح، فكره ان الاهلي يخسر شوط دي بقت حاجه الناس ممكن تتفخر بيها، ان انا كسبت الاهلي شوط وهو كسبني 3-1 بس. لكن في السله لا، صعبه جدا جدا، وان كانت مستحيله كمان حتى مش على المستوى المحلي ده كمان، على المستوى لا على المستوى القاري كمان، حتى المستوى الافريقي للبطوله الافريقيه بلاقي المنافسين حتى بيختلفوا بالزبط. حتى لو من دوله واحده في انجولا بالظبط كده، من تونس، انجولا، نيجيريا، بتلاقي ان الانديه في نفسها ذات نفسها بتتنافس في الدوله الواحده. ففكره ان بقى في نادي ممكن يسيطر على بطوله ثلاث مرات مثلا، مش هقول لك ل 10 سنين او 5 سنين، ثلاث سنين يكسب نفس البطوله ورا بعض، دي حاجه هي اللي ممكن يتعمل عليها ريكورد اصلا ورقم عالمي، ان هو انت ازاي في افريقيا وصلت ان انت تكسب بطوله ثلاث مرات ورا بعض. ده حقيقي. لكن انت توصل ل 100 مباراه لا، ده انجاز يحسب لكابتن ميدو مصلحي واللعيبه والاجهزه الفنيه والنشاط الرياضي ان هم كانوا بيدعموا الفرقه
في كل سيزون احنا عايزين نوصل لحاجه تاريخيه نعملها. فكله يستحق الاشاده، علي يستحق الاشاده، ونتمنى ان يبقى كل الالعاب الفرق تبدا ان هي تبقى بتسيطر توصق. زي بالظبط، وتبدا توثق. فكره التوثيق دي يا محمد في حد ذاتها صعبه جدا. انت بتلاقي الارشيف بتاع مصر او اللعيب الالعاب الجماعيه في مصر صعب جدا ان انت توصل له وتوصل للمعلومه الدقيقه. انا ممكن يبقى عندي معلومه، محمد عنده الثانيه، علي عنده الثالثه، وكله من نفس مصادر مختلفه وكله متاكد من نفس المصدر بتاعه. فهي فكره التوثيق في حد ذاتها دي احنا محتاجين ان احنا نبقى بنوثقها اكتر. انا متاكد ان احنا لو جينا نوثق الالعاب هنلاقي ارقام قياسيه كتير قوي للاهلي والانديه المصريه وللمنتخب احنا ما نعرفهاش. فاحنا محتاجين نبقى ما نغفلش حته التوثيق دي، حاجه مهمه جدا لان هي بتعرف الناس تاريخك وهي اللي بتعرفك المستقبل بتاعك هيبقى ماشي ازاي. طيب علي، ايه ابرز تحدي واجهك وانت بتشتغل على هذا الموضوع؟ حصر تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي ما كانش سهل. انت عشان ترجع تجيب من اول بدايه اول فريق لعب النادي الاهلي اللي كان بيمثل فيه مثلا الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي الحالي للكره الطايره، ده كان اول فريق فعلا في النادي الاهلي سنه 1932. الموضوع ما كانش سهل. انا اكيد عملت سيرش كتير واكيد تواصلت مع ناس، وده يعني اكتر ناس ساعدتني هم الجيل الحالي. الجيل الحالي طبعا كابتن ميدو مصلحي، ده انا بسميه قائد كتيبه الانجاز. ليه؟ كابتن ميدو مصلحي جه في 2016 بعد كابتن احمد زكريا، كان الاهلي ساعتها خسران كل بطولات، وكان بيحاول يرجع النادي الاهلي لمكانته اللي هي معروفه دايما في الكره الطايره. كابتن ميدو مصلحي بدا يجمع فريق، طبعا حضرتك عارف ان كان كابتن عبد الله عبد السلام واحمد صلاح افضل ضارب في العالم وافضل مؤد في العالم، الاثنين كانوا بيلعبوا في طلائع الجيش وكانوا ماشيين من النادي الاهلي. عبد الله عبد الله كمان كان محترف بره. تمام، كان محترفين في تركيا قصدي ان الناس دي كانتش موجوده في النادي، ودول برضو من ابرز عنصري. طبعا ما اقدرش اغفل تاريخ حد، لكن النادي الاهلي مليء بالنجوم، والفريق الحالي فيه كميه منتخب مصر كله نادي الاهلي 9 اعتقد. اعتقد 9 او اكتر كمان في النادي الاهلي. فانك تشوف ان كابتن ميدو مصلحي قدر يعمل ايه. كابتن ميدو مصلحي بدا 2016 جمع الفريق الحالي بالجهاز الفني المحترم بتاعه، طبعا بشكرهم واحد واحد. قدر رغم ان هو في بدايته خسر دوري وكاس، خد افريقيا بس، بعد كده خد كل البطولات اللي دخلها. ما فيش بطوله النادي الاهلي دخلها في الكره الطايره الا خدها. عشان كده احنا بنطلق على فريق الكره الطايره في النادي الاهلي لقب الماسترز. ماسترز دول كبار، الناس اللي ما بتخسرش، اللي هو فعلا بيخشوا اي بطوله هم عارفين ان هم هياخدوها. انا بقيت اتفرج على النادي الاهلي في الكره الطايره انا عارف ان الاهلي هيكسب. حتى الماتش الاخير اللي هو الماتش اللي كان اصعب ماتش بالنسبه لنا في ال100 ماتش اللي هو الماتش الاخير بتاع سموحه، الاهلي كان خسران الشوط الاولاني 25-23 الشوط الاولاني. الناس كلها بقت تقول ايه ده سموحه هيكسب الاهلي، هيوقف الرقم ال100 اللي الناس كلها مستنياه. الاهلي قدر، بس كابتن يوسف اتكلم مع اللعيبه، يا جماعه مفيش اي حاجه احنا هنكسب. كسبنا، الاهلي قدر يحقق ال100 ويقدر يحقق الانتصار العظيم ده. اللي عايز اقوله برده ان ناس كتير برده ما تعرفش المعلومه دي، الاهلي في بطوله افريقيا اللي فاتت دي في مباراه من المباريات كسب في اول شوط، يعني كان متقدم 20-0. 20-0 في الكره الطايره ان مفيش فريق يجيب فيك حتى نقطه، دي ما بتحصلش في التاريخ ولا حتى في الدوري العالمي للكره الطايره. ما اعتقدش، انا ما شفتش قبل كده. الموضوع ما كانش يعني الموضوع حتى لو الفريق الافريقي هو متداني لا اعتقد هيبقى صعب، لان كان ساعتها الاتحاد الدولي قال لك الافريقي مش هناخد منها نادي بالزبط. في البطوله، لان التصنيف او النتائج لو ما حققش الشوط في البطولات السابقه يستبعد. في لوائح، في لوائح، فده الرقم ده اصلا ممكن يكون لوحده ده موسوعه جينيس. يعني الرقم ده اصلا لوحده، لان انا لما سرشت لقيت مثلا ان في مثلا اكتر عدد تمريرات من فريق، ده مثلا متسجل باسم فريق مثلا من بولندا او حاجه مش فاكر. فاعتقد ان في الكره الطايره في موسوعه جينيس في حاجات كتير متسجله. بس ان الاهلي يخش الموسوعه بتاريخ زي ده، اول نادي في العالم يحقق 100 انتصار متتالي في كل البطولات، ما شفتهاش قبل كده، وانجاز كبير وتاريخي. بس انا ما انكرش يا محمد بصراحه، لما الكلام بدا يزيد على الماتش ال100، الماتش ال100 انا كنت متوقع ان احنا بنسبه 99.9 الاهلي يخسر من سموحه، مش من باب ان هم هيبقوا افضل او الاهلي اوف داي، من باب التفاؤل والتشاؤم. حتى برضه سبوت على حاجه بالظبط كده، يعني تلاقي مثلا حد بيلعب في بطوله مختفيه شويه فوصل لسيمي فاينل، فالناس تبدا تركز معاه فتلاقيه خسر في الفاينل. فانا اللي هو لا، لو خسرنا انا مش هتفاجئ المره دي، يعني لو خسرنا من سموحه انا مش هتفاجئ. ففكره ان انت يبقى عندك الروح والاصرار ان انت حتى الحظ او التفاؤل والتشاؤم تقضي على كل الحاجات دي وتكسب فرقه كويسه جدا زي سموحه وتحقق الرقم ده، ده حاجه تحسب للفريق وتحسب للجهاز الفني اللي قدر يفصلهم ان انتوا ما تحتفلوش، ما فيش ارقام لسه اتحققت، الرقم هيتحقق بالماتش ده لو احنا كسبناه، لكن لو خسرناه محدش هيفتكر ان احنا وصلنا 99 ماتش. فده حاجه تحسب من الجانب البدئ، من الجانب الذهني اسف، من الجانب المعنوي مع اللعيبه، ان انت ازاي فصلتهم عن كل اللي بيحصل. ده يحسب للجهاز الفني بالظبط. طبعا ده يحسب للجهاز الفني طبعا. طيب امجد، ده بالنسبه للكره الطايره وفي كلام كتير هيتقال عليها، لكن كره السله
كرة السلة في مصر الفترات الأخيرة بقت فيه منافسة قوية جدا بين أكثر من فريق، وانت ليك تحديدا دور في مساله كره السله انك بتشتغل على قصه السوشيال ميديا ومسؤول السوشيال ميديا لفكره لعبه كره السله من خلال الاتحاد المنظم للعبه، وبتهتم جدا بتوسيع القاعده والشعبيه للعبه مع الجماهير. اهميه هذا الدور واهتمام الجماهير بلعبه كره السله الفتره الاخيره والدوري بقى في حد ذاته مدى قوته وتطوره خلال السنوات الاخيره. طيب احنا بنتكلم في ثلاث نقط، في نقطه السوشيال ميديا وفي حته ان زياده الشعبيه او زياده القاعده بتاعت اللعب الناس اللي بتتابع اللعبه، وحته الدوري وقوته. خلينا نبدا من اخر نقطه. تمام. حته قوه المنافسه زادت ازاي؟ دي زادت بان انت الاتحاد سمح من الموسم اللي فات ان انت تبدا تجيب لعيبه اجانب. كل نادي ليه حق ان هو يجيب لعيب محترف، وده كان ما كانش موجود في السنه اللي فاتت. كانت وجهه النظر في السنه اللي فاتت ان هو ممكن انت بتجيب لعيب في المركز ده فانت بتضعف في المركز ده في نادي مهم زي اهلي زي اتحاد واتيفر ايا كان النادي، فده هيأثر على منتخب مصر. لكن فكره ان انت تخلي الدوري محترف دي حاجه في حد ذاتها كويسه جدا وهتدي قوه. ادينا شفنا اليكس يونج مع الاهلي، شفنا محترف الجزيره، بتبدا بتشوف ان لا الناس دي بتعلم اللعيبه المصريه حاجه، فده اضاف. فكره ان انت غيرت النظام بتاع الدوري نفسه خليته بلاي اوف زي الان بي اي، خليت بقى فيه منافسه، خليت ان انا النهارده ممكن خسرت انا ممكن اعوض بكره، خسرت بكره ممكن اعوض. احنا شفنا السنه اللي فاتت في دوري السوبر وصلنا لجيم 5 بعد ما كان الفريق الاولاني الزمالك كسبان 2-0، الجزيره رجع 2-1 2-2 ولعبوا ماتش خامس. فهي الفكره ان انت تغيير شكل المسابقه في حد ذاته ده بيزود القوه او بيضعفها. فحته المحترف مع ان انت غيرت نظام المسابقه ده خلى ان فيها قوه اكتر. نخش على الحته الثانيه، حته السوشيال ميديا. حته السوشيال ميديا دي ممكن اغلب الاتحادات او اغلب المسؤولين حاليا ممكن ما بقوش مقدرين قيمه السوشيال ميديا، ازاي تقدر توصل للناس في اسرع وقت وتعمل اتجاه معين. تمام. احنا عايز اقول لك احنا التيم بتاع السوشيال ميديا ثلاث افراد، تمام، بالعدد، وفي نفس الوقت بيغطوا كل الالعاب كل المراحل السنيه وكل المباريات في البطولات. حتى لما منتخب مصر بيلعب في بطولات في اوغندا في سنغال في نيجيريا في اي مكان انت متابعه وبتتابع كل حاجه. فانت لو متابع الباسكت هتبقى خلاص عارف ان البيج بتاعت الاتحاد بتوصل المعلومه فانا مستنيها. تمام. فكره ان انت بتغطي كل حاجه لايف ستريمنج، بتغطي ماتشات، بتوصل حوارات مع اللعيبه، بتوصل حوارات مع المسؤولين، ان انت تعمل حوار ما بين المسؤول في مجلس الاداره وما بين الجماهير لمده ساعه مثلا كل شهر، فالناس بتحس ان انت قريب من صانع القرار. ده خلى الناس بقت مهتمه اكتر، بقت تعرف انت ليه اخذت القرار ده وليه ما اخذتش القرار ده. فحته الاهتمام بالسوشيال ميديا اكاد اجزم يعني ان اول اتحاد يكون مسؤول عن الحته دي او يهتم بالحته دي، فدي حاجة تحسب للمسؤولين. ونتمنى ان احنا مع كل موسم او كل سنة تبقى الدنيا بتوصل اكتر، لان ده بيفيد في الاخر الفرق كلها. بقى اللعيب دلوقتي لو بيلعب في اهلي او بيلعب في منتخب او بيلعب في اي نادي بقى مهتم ان انا هلعب كويس عشان الناس بتفرج على الماتشات، فانا هبقى لو النهاردة وحش فالناس هتهاجمني، لو النهاردة حلو فالناس هتشيب بيه. تنفيذ التجربة السوشيال ميديا في كل العالم اعتقد هي اللي خلت الاتحاد يبقى عنده ثقة او يكمل في هذا الاطار كمان. يعلم بطولة العالم انهي؟ بطولة العالم اللي كانت الناشئين اللي كانت موجودة من حوالي بالزبط. سنتين او سنة صح؟ بالظبط ثلاث سنين. من ثلاث سنين بالظبط. انا عايز اوجه برضو الشكر لامجد تيم السوشيال ميديا معاه في الاتحاد المصري لكرة السلة، لان الاتحاد الحالي فعلا مهتم بتوسيع القاعدة الجماهيرية والشعبية للعبة، وشايف في اهتمام اعلامي كمان بالسلة خلال القناة التلفزيونية، نقل الدوري ونقل البطولات حتى افريقيا البطولات اللي بيشارك فيها الاندية، فشايف في اهتمام من جانب السوشيال ميديا في الاتحاد المصري لكرة السلة، وبشيد طبعا بدور امجد. وده اللي احنا عاوزينه مش بس في السله، عاوزينه في كل الالعاب، لان الالعاب الشهيده دي فعلا فيها ابطال. ما هو دور كنتوا بقى مش هيخليها شهيده. ما هو ما احنا بنحاول. ايوه بس لو المسؤولين نفسهم مش هيهتموا بده فعلي وامجد وسين وصاد الناس دي ما حدش هيشوفها، والناس دي الافكار يعني لو انت ما فيش، لو انت مديرك معلش علي قطعت كلامك، لو انت مديرك يا محمد مش واثق فيك ومش مقتنع بفكرتك انت مش هتوصل، مش هتبين اللي عندك، مش هتبين قدراتك. لكن لازم يكون المسؤول نفسه يكون عارف ان محمد عنده حاجه فيقدر يديها له، عارف ان علي عنده حاجه فيقدر يساعده فيها. فمعلش يعني هي فعلا بالناس اللي بتشتغل ومتابعه الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه مش تبقى شهيده، بس لازم المسؤولين نفسهم يكونوا بيهتموا بده. وبدا الاهتمام كمان يا علي ان النادي الاهلي كمان هيشارك في بطوله افريقيا للناشئين في مش للانديه سيدات، للانديه سيدات في كره القدم. بقول لحضرتك انت شايف دلوقتي في قاعده جماهيريه، في نقل بطولات، في اعلام بيهتم،
انا شايف ان الاتحاد المصري لكره السله ماشي بخطه كويسه. البطوله الاخيره بطوله 3 في 3 في افريقيا في السنغال في اوغندا فريق مصر في ثلاث يعني خد ثلاث ذهبيات وفضيه فرق من اربعه وعندنا احسن اثنين لعيبه ام في بي سورايا وميدو في البطولات. فيعني شايف ان في انجاز برده من اول مره يتحقق. فاعتقد لا في اهتمام في انجازات بتتحقق وده مش برده في السله بس في السله وفي الطايره وفي اليد وعندنا كمان في الالعاب الفرديه بشكل فردي والناس المتاهله لاولمبياد طوكيو. فلا في انجازات في فرديه في خطوات ايجابيه لا طبعا في انجازات. هنا جوده مثلا اتعرفت واهتم مع ان هي متالقه من وهي صغيره ومن سنه وسنتين فاتوا بس السوشيال ميديا هي اللي ابرزت ان في هنا جوده وبدات تهتم. ده في لعيبه متفوقه دي بتروح عالم كاس عالم في مراحل مختلفه من الناشئين بتكسب بطولات وبتحقق مراكز ما كانش اول فتاني او ثالث ما بتنزلش عن كده. فالسوشيال ميديا في الالعاب دي بقت موصله تابت يعني بتمنى ان هي السلام عليها طبعا دي يعني دي حته التفاعل والتساهم اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها. انت لما بتركز على حاجه بيحصل فيها دروب فنتمنى ان شاء الله ان هي تقوم بالسلامه بإذن الله. وتكمل ومستنيين منها ميداليات اكتر. صورتها كمان وهي تعبانه يعني بنت يعني مسميها الاتحاد الدولي هي معجزه تنس الطاوله. بنت في مرحله سنيه واخده رانك عالمي كبير بتشارك في كل البطولات الاكبر من سنها وبتحقق مراكز وبتاخد بطولات بتكسب ناس اكبر منها ب 26 سنه. فاعتقد ان هنا جوده دي هي فعلا موهبه استثنائيه في التنس الطاوله لازم الدوله تهتم بيها ولازم النادي الاهلي طبعا بيدعمها وده اكيد موجود ان نشوف هنا جوده بعد كده قدام حاجه كبيره وبتحقق ميداليه اولمبيه وده حلمها. لما عملت معاها حوار قالت لي انا حلمي ان انا احقق ميداليه اولمبيه وان انا ارفع اسم مصر في اكبر محفل عالمي. طيب ارجع بقى لفكره ميكانه الارقام والاحصائيات. هل عندنا القدره ان احنا نعمل الموضوع ده بالنسبه لالعاب الصالات الفتره الجايه؟ اكيد في شباب كتير جدا بيهتم بالحاجات دي ومهتم ان هو يقدر يعمل حاجه دي بس محتاج طبعا دعم من الاتحادات لان الاتحادات برده عندها الارشيف. انا دلوقتي ما اقدرش ان انا احصر كل حاجه لوحدي. انا محتاج ان انا كل اتحاد في كل لعبه يديني ارشيف يبدا يتابع معايا اي حاجه وقع مني هو هيصلحها. فانا اقدر اظبط مساله الدوري اهو الكاس اهو افريقيا اهو البطوله العربيه اهي كاس العالم اهو كاس عالم الانديه اهو. فتقدر انت ايه تجمع كل حاجه بشكل سليم. فلما انا اجي اخاطب جهه بره زي مثلا موسوعه جينيس انا عندي اهو. انا دلوقتي لو الاهلي عاوزين نوثق الانجاز التاريخي بتاع موسوعه جينيس انا لازم اجيب الدوري وكاس مصر وبطوله افريقيا من الاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو علواني اجيب كل ماتش الاهلي عمل فيه ايه ادي صوره منه فيديو منه ادي اهو السكور شيت انا اقدر اوثق الانجاز ده. وده اللي ان شاء الله شغالين على الفتره الجايه وفي ان شاء الله يعني تحركات كبيره جدا شغاله الفتره الجايه ونوعد الناس ان شاء الله قريب النادي الاهلي هيبقى الانجاز ده مسجل باسمه في موسوعه جينيس ومذكور على موقع موسوعه جينيس وموقع الاتحاد الدولي للكره الطايره ان شاء الله. شيء مشرف بالتاكيد. طيب امجد بالنسبه لكره السله اكيد الاتحاد او التقارير المتعلقه بكل نادي او كل فريق هو بيستعد للموسم بتشوفوا اللعيبه الصاعده اللعيبه اللي ممكن انضمت حديثا للفريق ابرز الصفقات اللعيبه الاجانب اللي هتدعم سوق الفريق. شايف الاهلي السنه دي تحديدا في كره السله التطور اللي حصل او تعديل الفريق في المرحله الجايه؟ انا شفتها من ناحيه ثانيه. انت قررت ان انت تشيل الغبار اللي عليك وتنتفض. انا مش هطلع من الموسم ده بشكل ممكن يحبط الجماهير. حققت صفقات في القدم، حققت صفقات في الطايره، حققت صفقات في الباسكت، جبت لعيبه فتحت الخزاين على الاخر. ايا كان اللعيب النادي بتاعه عايز كام، اللعيب نفسه هياخد كام، سواء لعيب ناشئ زي عبد الله ناصر او لعيب كبير زي ايهاب امين. انا مفيش لعيب الجهاز الفني هيكون محتاجه وانا مش هوفره له. عايز احقق طموح الجماهير بالظبط. فكره ان انت تعاقدت طبعا، بس لازم نوجه الاول التحيه لكابتن طارق خالي على المواسم اللي قضاها مع الاهلي. الاهلي كان هو بالعده اللي كانت معاه زي ما بنقول يعني كان بيحاول يوصل لاقصى حاجه، فلازم نشكره على الفتره اللي قضاها مع النادي الاهلي. كابتن اشرف توفيق عمل انجاز كبير قوي مع نادي سموحه السنه اللي فاتت، اقصى الاهلي من بطوله افريقيا، كان هيكسر الاهلي من بطوله الدوري، ووصل بسموحه لمناطق بعيده جدا، وصل لسيمي فاينل افريقيا. كان قادر ان هو يعمل انجاز لم يحدث من قبل، ان انت نادي اول مشاركه افريقيه ليه ممكن يكون بيحقق البطوله. فكونت جهاز بالظبط، وكونت كمان بدات تدعم الشباب. اخذت احمد الجرحي من مدير فني لفريق المرتبط بقى هو المدرب المساعد لكابتن اشرف توفيق في الفريق الاول. بدات بالظبط بدات تكون كوادر. كابتن طارق الغنام اعتزل، فلا تعالى خش في منصب اداري، ابدا شوف الدنيا بتتعامل ازاي بالظبط. فانت كنت يعني بدات الموسم بتشتغل على كذا حاجه، بصفقات علشان اجيب بطولات، جبت جهاز فني بلعيبه كويسه جدا، لعيبه حتى لعيبه دوليه، لعيبه محترفه في دوري الجامعات الامريكي ومتالقه،
زي احمد اسماعيل او ايهاب امين او جبت ايمن شوكت وعبد الفضيل ابراهيم من طلائع الجيش، بدات عملت كل حاجه وفي نفس الوقت بتبني كوادر للمستقبل، بتبني كادر اداري طارق الغنام وبتبني كادر اداري احمد الجرح كادر فني اسف، فبتعمل كل حاجه من الجوانب بتاعتها كلها علشان توصل للهدف اللي انت محتاجه. برضو هنرجع نقول ان طبيعي ان انت تبدا الموسم كويس وطبيعي يحصل دروب فيه، لان انت حوالي 9 لعيبه جايبهم في اول السيزون، 9 كلهم عايزين يلعبوا اساسيين وانت جايبهم اساسيين من الانديه بتاعتهم، مع لعيبه موجوده عندك زي سيف سمير وزي مودي الجرحي وزي غيره، اللعيبه كلها محتاجه ان هي تتاقلم لسه على بعض. بدات ان انت تلاعب فرق قويه مؤخرا، فالموضوع محتاج واحده واحده بالظبط، موضوع محتاج واحده واحده مع الوقت، برضو ان اللعيبه يكونوا عارفين ان الجمهور هيصبر مره واثنين وثلاثه وعايز بطوله بس بس هو في الاخر وعايز بطوله. ما تجيش تقول لي لو انا طلعت من غير بطولات في السيزون ان انا لا ابني فريق واحنا هنصبر وهندعم. انا شفت تعليقات للناس كتير جدا بعد ماتش الجزيره الاولاني اللي هو كان اول امبارح في ذهاب نصف نهائي المؤتمر، ثواني يا جماعه احنا مش هنتكلم، عندنا ماتش عوده، محدش يعلق، مش هننتقد، نشوف اللي جاي هيبقى فيه ايه. وحتى مع الخساره امبارح ممكن يكون في مشاكل فنيه باشكال فرديه من بعض اللعيبه، بس لما توصل التوب فورم ساعتها بالظبط الشكل العام للفرقه بيقول لا ان انت هتبقى بتنافس على البطولات زي ما انديه تانية بتحاول برضه ان هي تنافس. والموسم لسه طويل، انت كمان انت السله تحديدا الدوري بتاعها لا مختلف. لا نفسه طويل، نفسه طويل يعني في القدم بيقولوا موسم استثنائي فالوقت بيطول، لا انت ده مش موسم استثنائي، هو انت كده كده الموسم بيبقى طويل، انت بتخلص دوري المرتبط علشان تعمل جدول من 1 ل 16 فتبدا تخش على دوري السوبر الاول مع ال 16 والثاني مع ال 15 وهكذا لغايه لما توصل فاينل. انت بتلاقي ان الفريق ممكن بيجي في نهايه الموسم بيلعب له مثلا حوالي 40 ماتش او حاجه، يعني تكلم في كميه عدد ماتشات قويه جدا قصاد فرق قويه برضه، كله عايز ينافس. عشان كده انا بقول لك حته ان النادي يبقى بيحقق 100 فوز او 50 فوز متتالي دي صعبه جدا ان انت تلاقيها، لان اكيد في يوم الفرقه الثانيه هتكسبك، سواء بقى بخطا تحكيمي، سواء انت مش في مودك النهارده، او اللعيبه بره المستوى بتاعها اللعبه نفسها، انت الاخر ثانيه انت ما تعرفش مين اللي هيكسب. طيب علي، لاعب محترف واحد في السله يكفي ولا محتاجين اكتر؟ لا اعتقد ممكن نضيف لاعب كمان. يعني اعتقد في السله انت محتاج تجيب محترفين تاني وتزود العدد ده، يعني ممكن اثنين ممكن يعني دلوقتي على الاقل. بس في السله انا شايف ان اللعيبه المصريين كويسين، انا شايف ان اللعيبه المصريين، انا بقول لحضرتك ان الاتحاد الدولي الفيبا بيشيد بلعيبه مصريه وبيشيد بلاعب مصري. سوريا محمد مثلا دي نجمه النادي الاهلي ونجمه نادي الصيد السابقه، مسمينها كليوباترا ملكه مصر، كليوباترا ملكه مصر كره السله. لما عملت معاها حوار سالتها انت شايفه ازاي الموضوع ده، قالت لي انا فخوره ان انا في يوم من الايام الفيبا بيتكلم عني، بيقطع لي فيديوهات، بيعمل لي ملخص لمساتي مهاراتي. سوريا مش بس لعيبه يعني بس مهاريه، لا سوريا انسان على المستوى الشخصي، لعيبه مصر كلها بيحبوها. حتى المدربين كلهم اللي دربوها، كل المدربين في مراحل، حتى المنافسين بتوعها في مختلف المراحل بيحبوها جدا بالظبط. وسوريا يمكن في صحفي امريكي في صحيفه انجليزيه كبرى مش فاكر اسمها، يمكن سماها مش بس ملكه مصر، هي شبهها بلعيب في الام بي اي، ستيفن كوري. فانك تشبهها بلعيبه زي ده حاجه مش طبيعيه، حاجه كبيره، وهي فعلا ليها اسلوب وتكنيك خاص بالذات في الرميات الثلاثيه، وده فعلا بان في الفيديوهات اللي اتقطعت لها اخيرا، وكانت تستحق انها تاخد افضل لاعب في افريقيا في البطوله اللي فاتت، وفعلا هي نجمه كبيره وبنتمنى منها. لا وفي بطوله افريقيا كمان يا علي، سوريا مع كابتن ايهاب الالفي لما كان مدير الفني للمنتخب في بطوله افريقيا اخذت هدافه افريقيا لاول مره في تاريخ مصر ان يبقى هدافه البطوله واحده مصريه. فكره ان انت بتتالق، وبرده مع الفارق ان انت البطوله الاولانيه دي انت بتلعب 5-5، البطوله الثانيه انت بتلعب 3-3 بتكنيك مختلف باسلوب مختلف، وفي نفس الوقت اللعبه دي انت المفروض بتروح باربع لعيبه، انت رايح بثلاثه بس. فاللي بيبدا الماتش هو اللي هينهيه، انت مصاب مش مصاب انت هتلعب الثلاثه، يعني هتلعب الثلاثه ما فيهاش اي فصال. فان هي تثبت مهاراتها في الاثنين دي في حد ذاتها حاجه تحسب لها جدا. انا عايز اكد لك احنا بطوله افريقيا للانديه الاتحاد المصري ان شاء الله بينظمها من 6-15 ديسمبر الشهر الجاي. ناس كتير بحكم بقى شغلي كصحفي بعيدا عن الاتحاد وبحكم تواصلي مع الاتحادات التانية ومع مسؤولي السوشيال ميديا، الناس
احنا هنفجر سوريا، احنا جايين البطوله هنشوف مصر بتنظيمها وهنشوف مصر اتفرج على بس سوريا هتلعب مع الاهلي في البطوله دي بالظبط كده. انت بقى عندك سلعه تقدر تستغلها على منتخب مصر او على النادي الاهلي، سواء البطوله كمان عليها بالظبط بشكل يعني ممكن، يعني ممكن الموضوع زي ما انت بتقول تبقى بتستغل اسامي اللاعبات نجوم شباك للبطوله بالظبط. مثلا كابتن حابر غنام عضو مجلس اداره الاتحاد كانت نجمه كبيره جدا في كره السله، بس تعال لو في وقتها مثلا سوشيال ميديا كنت هتلاقي برضه في انبهار وفي الناس بتتعامل معاه ازاي. فحتى سوريا لما كان في بطوله 3 على 3 دي لما كنت بتكلم معاها وهي هناك، على فكره سوريا في فيديوهات بتنزل وفي حاجات، كان الموضوع بالنسبه لهم هي وزميلاتها ان هو احنا بقينا نجوم شباك زي ما زي ما انت كنت عايز اساله. على فكره قبل اجابه امجد في الجزئيه دي كمان يا علي، اللاعيبه واللاعبات في الالعاب الصالات تحديدا او الالعاب الفرديه مدى اهتمامهم بالاعلام او لما الاعلام بيعمل حوار او الصحفي بيعمل حوار معاهم انا ردود فعلهم عامله ازاي؟ ممكن اقول لك ان انا اتعاملت مع لعيبه كره قدم بس اكتر ان انا متخصص في الالعاب الاخرى، اتعاملت مع لعيبه كتير جدا صحابي كلهم في الالعاب الاخرى. فعلا النجم هنا بيحس باهتمام الاعلام، بيتبسط جدا، بيحس ان هو عمل حاجه. انت ممكن في الكوره ناس كتير بتجري وراك وناس كتير بتبقى عايز مسجل معاك قنوات وتليفونات وصحفيين، بتبقى انت اصلا بتتهرب منهم. لا في الالعاب الاخرى انت بتحس ان النجم مهتم بالاعلام وبيحب الاعلام وبيحب اهتمام الاعلام بيه. في نفس الوقت لما بيلاقي ان هو عامل انجاز وبيشيدوا بيه وبيدعم مع حوارات وبيبدا يطلعوا في التلفزيون بيبقى مبسوط، وده اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين ان الناس تهتم باللاعبين دي، لان فعلا في مصر في كميه مواهب في كل الانديه وفي كل اللعبات مش طبيعيه. وده دوركم بالتاكيد ان انتوا بتلقوا الضوء على ده. اكيد احنا شغالين على يعني انا بقالي كذا سنه شغال في القصه دي، واكيد في زمايل لينا كتير جدا شغالين في القصه دي، واكيد احنا الفتره الجايه ان شاء الله اولمبياد طوكيو جاي وعندنا انجازات كتيره جدا، عندنا ابطال كتير جدا. عندكم شغل كتير. بالظبط بالظبط. عندكم شغل كتير الفتره الجايه. ده حقيقي. امجد انت برضو فكره انت اشتغلت كوره وبرضو ليك مصادرك في الكوره والالعاب الصالات، رد فعل المصدر نفسه لما بيشوف الاهتمام الاعلامي او حتى السوشيال ميديا؟ بص هقول لك حاجه، زي ما علي قال انت في الكوره ولو انت النجم بتاع فريقك فممكن شويه شخصيه لعيب يبقى بيتعالى شويه، شخصيه لا انا ليا درجه شويه من زمايلي الصحفيين او حبايبي دول اللي بتكلم معاهم ودول لا، لكن اللعيبه الثانيه هو ما بيصدق ان هو يعمل انجاز اصلا علشان الناس تبدا تتكلم عنه، علشان يشوف فيديو، عشان يشوف مجرد ديزاين محطوط ان هو الواجهه بتاع بطوله او الواجهه بتاع لعبه. ففكره ان هم لا انا بتاعك، شوف انت انا اقدر، يعني انت زي ما بنقول ايه باللغه العاميه انت بتصيطني، انت اللي بتلقي الضوء على حاجه انا استحق، إن مش بتجاملني انت، انا فعلا عملت انجاز يستحق ان الناس تتكلم عني وانت اللي جاي بتتكلم عني، فطبيعي مش هتعالى عليك، هتعامل معاك بادب. انا زي ما بقول لك سوريا او لاعبات في انديه تانية ما بتحسش خالص ان هو انت سوريا دي مثلا لو مشيت في اوغندا بعد البطوله الناس هتبقى ماشيه عايزه تصور معاها تمام، في وقت في لعيب الكوره ممكن في مصر ممكن ما يبقوش معروفين في افريقيا او في دول تانية خارج النطاق بتاعك، وفي نفس الوقت بيبقى شايف نفسه ان هو لا انا نجم، فلما تيجي تتكلم معايا ابعت لي مسج معلش على الواتساب الاول قبل ما تكلمني او عامل تصفيق بالظبط كده. فالموضوع بيبقى مختلف، هم بيحسوا ان هم عملوا انجاز وهم يستحقوا الانجاز ده ويستحقوا الناس تتكلم عليه اكيد. بس طيب علي انا ملاحظ في كلامكم ان وانت حتى شغال في العاب الصالات سواء انت او امجد او كل الزملاء الاعلاميين والصحفيين في تخصص برضو جوه اللعبه، يعني في صحفي مختص اكتر في لعبه كره السله، صحفي اكتر مختص في الكره الطايره، ممكن تكون في معلومات عامه، ده فعلا ولا لا انت بتشتغل العاب الصالات فبتشتغل على كل الالعاب؟ انا لو اتكلم عن نفسي انا بشتغل على كله، يعني ما فيش لعبه معينه انا مهتم بيها بس، لا انا بشتغل على كله والحمد لله اشتغلت في بطولات كتير جدا لالعاب كتير جدا، وده اللي انا بحبه، ده شغلي، انا بهتم بالالعاب دي وبهتم بابطال الالعاب دي لان الناس دي كمان انا بحس منهم بحب. انا في اصدقاء ليا كتير جدا في الالعاب الاخرى بحس منهم بفرحه لما بيشيروا حاجه بتاعتي مثلا خبر انا عامله او مثلا تحقيق او مثلا يعني لعبت الكره الطايره اللي هرجع للانجاز بتاعهم، مش قادر اقول لك يعني الناس مبسوطه ازاي بالتحقيق. في لعيبه اللي انا كمان عملته ان انا مش بس حصرت الجيل ده، الجيل ده هو اللي حقق الانجاز، بس الجيل ده في الثلاث سنين مش كل اللعيبه موجود دلوقتي، حصل تعديل وتغيير. انا كلمت كل اللعيبه اللي مشت، يعني حاولت اوصل كمان للعيبه اللي مشت. احنا عندنا 35 بطل في النادي الاهلي حققوا انجاز ال 100 مباراه متتاليه، منهم اربعه محترفين، شكري الجويني لعيب تونسي عملت معاه حوار كان موجود في التحقيق، عندنا في لعيب روسي سيرجي بيرتسيف، وعندنا الاوكراني راسلان، وعندنا المحترف الجديد المنضم الموسم ده اللي هو نجم منتخب كندا لعب في بطوله كاس العالم الاخيره جيسون دروكو. اكتر لعيب لعب في الفتره اللي فاتت من الاربعه لان ده لسه جديد كندي، لكن اكتر في الثلاثه اللي فاتوا هو شكري اول ما كلمته وبقول له النادي الاهلي على خطى انجاز تاريخي عمره ما اتحقق في التاريخ قبل كده،
انا مش قادر اقول لك هو كان مبسوط ازاي وبيديني تصريحات ازاي وبيتكلم معايا وبيقول لي اول ما ينزل بالظبط بيقول لي اديني انا بيقول لي فتره الاهلي دي كانت اكبر فتره في حياتي احسن فتره في حياتي. هو كان جاي اعرم الترجي التونسي ورجع تاني قعد سنه بالظبط اداني تصريحات وقال لي تبعت لي تحيه اول ما نزل. اول ما نزل التحيه مش قادر اقول لك المكالمات كانت عامله ازاي منه مبسوط. ده اللي انا حاولت اعمله. مش بس كده انا كلمت ناس نجوم سابقين يعني مثلا كابتن نور عطيه نجم الجيل الذهبي في الكره الطايره واسطوره من اساطير الكره الطايره في مصر والنادي الاهلي. كابتن حمدي الصافي صاعد البطولات سواء مع على مستوى الرجال او مستوى منتخب مصر او دلوقتي مدير فني لفريق السيدات اللي هو برضو على خطى الرجال بيحقق انجازات قياسيه. فكابتن مثلا ممكن اقول ان انا رجعت كابتن عبد الله بسلام كابتن احمد صلاح نجوم كابتن محمد مسلحي قائد كتيبه الانجاز دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بطل العالم السابق في الكاراتيه علق على الانجاز ده وكان مبسوط جدا بالتحيه ده واشاد بيه. وده اللي احنا عاوزينه يعني ده اللي انا بتكلم فيه ان فعلا انت علاقتك بالمصدر في الالعاب الاخرى بتختلف عن كره القدم لان في الالعاب الاخرى هو بيحس بتعبه هو تعب سنين ومفيش اعلام مسلط عليه بشكل قوي فلا بيعمل حاجه بيحب يبرزها وبيحب يعرف هو تعب قد ايه فده اللي بيفرق. في كره القدم لا يعني انت الفريق الاهلي كسب مش هركز بقى مين جاب يعني حتى لو جاب الاجوان مش هتلاقي بقى كله نجوم بالظبط فبيبقى في اعلام كتير وبيكلم ده وبيكلم ده لكن في الالعاب الاخرى في ابطال كتير جدا وفي ناس كده ما حدش عارف عنهم حاجه. احنا بنحاول نطلع الناس دي للنور لانهم فعلا ابطال ويستحقوا. طيب امجد بالنسبه لكره السله بنشوف لاعبين في الدوري المصري في كره السله امكانياتهم متميزه جدا طيب. هل في هذه اللعب عندنا لاعبين ممكن يحترفوا في الدوريات الخارجيه دوري الام بي اي الدوري الامريكي وانتوا في كره السله وكمان مهتمين جدا بالعنصر البشري والعنصر الفردي لاداء كل لاعب في البطوله وبتشتغلوا بتعملوا جرافيك وانفوجراف السوشيال ميديا ليها دور كبير قوي في هذه التفاصيل الصغيره بتبان امكانيات لعيبه في تفاصيل صغيره زي دي. بص انت لو بتتكلم ان انت على الطريق او على الطريق الطويل شويه ممكن على السنتين ثلاثه اللي جايين عندك مواهب تقدر تعمل ده لو بنتكلم في حاجات سنا صغيره يعني مثلا او بتتكلم في الفريق الحالي فانا شايف ان صغيره ممكن تبقى ماشيه على الخطوات دي لو بدات تاخد الخطوات بدري ما تبداش تستنى تمام لو بتتكلم على مستوى رجال في الاعمار الصغيره عندك مهاب ياسر هو لاعب مصري حاليا بيلعب في اكاديميه الان بي اي في السنغال وبيدرس هناك والخطه اللي موضوعه له حتى من الان بي اي اكاديمي اللي في السنغال ان هو يلعب ان بي اي. هو الراجل ده جايبينه جايبينه من مصر علشان نجهزه ان احنا ازاي الولد ده نبدا نشوف في الان بي اي بعد 3 4 سنين يبدا يلعب له سنتين ثلاثه في الجامعات ويطلع منها على الان بي اي. لو بتتكلم في الاهلي فنفس الموضوع مثلا جانا ايهاب الالفي كانت موجوده في ان بي اي اكاديمي الفتره اللي فاتت مختارينها بالاسم هي واثنين من زميلاتها لا انت عندك هي الفئي كمان بالظبط هي الفئي فانت على الوقت او على الفتره اللي جايه لا عندك مواهب بتبدا تظهر مع برضه زي ما هقول لك مع السوشيال ميديا مع اهتمام الان بي اي ان هو يبدا يركز في افريقيا عشان هو عارف ان في لعيبه كويسه سواء في مصر او بره مصر عندهم الموهبه ان هي تقدر تكون موجوده. احنا بنتكلم ان ياما كان في عدد لاعبين مصريين كانوا يستحقوا ان هم يلعبوا في ان بي اي او يلعبوا على الاقل في دوريات اقوى من مصر ومن افريقيا. فالفكره ان انت بتبدا تساعد ده تبدا تبرز دوت وتبدا تحط عليه الضوء. جانا لما كان في الان بي اي اكاديمي كنا مركزين مع تدريباتها ومركزين مع اخبارها مهاب نفس النظام فبتبدا تشوف المواهب بتاعتك وتبدا تسلط عليها الضوء بما ان انت بقيت مكشوف على العالم كله والناس بدات تشوفك. طيب ايه البطولات القادمه في لعبه كره الطايره الفتره الجايه سواء انديه او منتخبات؟ احنا عندنا في تصفيات اولمبياد طوكيو رجال وسيدات دي اهم حاجه تقريبا الباقي حاجات بطولات محليه سواء دوري او كاس وبطولات افريقيا للانديه لكن لو هنتكلم السيدات لا مش هنشارك بس انا بتكلم لو احنا بنتكلم على بطولات يعني المنتخبات الوطنيه احنا نقدر نقول في تصفيات اولمبياد طوكيو منتخب الرجال ومنتخب السيدات طبعا اكيد حلمنا نشوف منتخب مصر رجال وسيدات في اولمبياد طوكيو وطبعا اكيد في شغل وفي معسكرات شغاله دلوقتي انت يعني. نفسك عندك شغل كتير اكيد عايز بس ارجع لحته في اللي هتكلم فيها امجد في موضوع كره السله الحمد لله بالتعاون مع الاتحاد المصري وبشكر طبعا استاذ محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد كان ليا سابق في حوار مع عبد الرحمن نادر. عبد الرحمن نادر ده تاني لاعب في تاريخ مصر يلعب في الان بي اي كان بالتعاون مع الاتحاد المصري كنا عاملين حوار لجريده الشروق والاتحاد المصري كره السله كان الحوار ده نشرته من 3 4 سنين. عبد الرحمن نادر ده تاني لعيب مصري في تاريخ الام بي اي الحوار ده من 3 4 سنين تمام حوالي لا اقل عليه شويه يعني احنا لو تفتكر كنا احنا الاثنين مشاركين في ساعتها بالظبط لا ممكن يكون نص المده دي تقريبا المهم ان كان اللعيب ده يعني
يعني انت بتخيل انت بتتكلم عن لعيب بيلعب في الام بي اي، الام بي اي ده اللي احنا بنشوف بقى ليبرون جيمز ولاعيبه بقى مش طبيعيين. فانا اشوف لعيب بيلعب تاني لعيب في مصر، يعني اول واحد كان علاء عبد الرب النبي، ده كان حاجه كبيره جدا. دلوقتي انت عندك عبد الرحمن نادر، فتاني لعيب في تاريخ مصر. طبعا احنا عايزين العدد ده يبقى كبير، يعني عايزين نشوف لعيبه كتير جدا في الام بي اي سواء على مستوى الرجال او السيدات، فيعني حاجه كبيره جدا. طيب ده بالنسبه للبطولات القادمه في الكره الطائره، الكره السله انت قلت لي بطوله افريقيا بس للسيدات. لا احنا انا بس عايز عشان سقطت بعض الاسامي لما جيت اتكلم عن جنى، هي جنى كانت موجوده معاها لوجي سامي ومعاها ايه الفقي زي ما ذكرنا، وكان مهاب هناك. احنا عندنا اكتر من بطوله لو بنتكلم على مستوى الانديه، فاحنا زي ما بقول لك عندنا من يوم 6 ليوم 15 ان شاء الله ديسمبر في استاد القاهره بطوله انديه افريقيا سيدات، الاهلي وسبورتنج بيشاركوا فيها، الفريق الاول هنا وهنا، حسب ما انا عارف يعني ان الاهلي بيدعم بصفقه منتظره، وسبورتنج نفس النظام لعيبه محترفه هنا ومحترفه هنا مع اللي عندهم اوريدي في الفرقتين. عندنا على مستوى المنتخبات عندنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم منتخب ناشئين تحت 16 سنه سواء ولاد او بنات. السنه الجايه ان شاء الله الولاد في بلغاريا والبنات في رومانيا. وعلى يعني بالذكر مدير فني المنتخب السيدات البنات تحت 16 سنه اللي اخذ وصيف افريقيا كابتن علي هاشم، مدير فني لسيدات النادي الاهلي اللي عنده في نفس الوقت بطوله افريقيا في الشهر الجاي. ممكن يكون استعداداتنا للبطوله بتاعت انديه افريقيا دي مختلفه بشكل ما ومميز لكذا سبب. احنا اولا البطوله ما كانتش بتاعتنا، هي كانت بتاعت مدغشقر واعتذرت، وكعاده مصر ان انت بطوله امم افريقيا اعتذرت الكاميرون فانت اخذتها. نفس النظام احنا بالنسبه للبطوله دي ممكن يكون في بعض الحاجات محتاجين ان احنا سرعه انهائها، زي مثلا صيانه الملعب، صيانه السقف، شويه حاجات ممكن تعطل البطوله او تبقى عامله لنا مشكله. لو على المستوى الاعلامي اللي هو الحته التخصص بتاعي ان انا مدير اللجنه، فاحنا بنوعد الناس تحديدا الصحفيين والمجال الميديا ان ان شاء الله في البطوله دي هيبقى في حاجات مختلفه وجديده ممكن ما تكونش حصلت في كاس عالم للقدم نفسه. احنا بنجهز زي ستوري عن لوجو البطوله، تمام؟ قصه اللوجو ده تحديدا احنا ليه واخدينه، وده يعني يعني خليني برضو عايز اقول لك حاجه، معلش اسف على الاطاله في الحته دي. احنا متعودين او السيستم اللي احنا ماشيين عليه جوه اتحاد السله حاجه، ان انت بتبدا تدي فرصه للناس. لو ناس بتبدا تكشف عن نفسها فما فيش مشكله ان انت تساعده ادام هو عنده فكره. تبدا بعلاقاتك، تبدا تشوف مثلا ناس زي 90 بلس، ناس شركات، ناس مسؤولين سواء سوشيال ميديا سواء صفحات، يبداوا يساعدوك في ان انت تعمل حاجه ممكن باقل التكلفه، بس تعمل حاجه تليق باسم مصر وفي نفس الوقت تكلفتها قليله. الصحفيين ايديهات الصحفيين هيبقى فيها زي باركود، بمجرد ما تعمل لها سكان هينقلك على السوشيال ميديا بتاعه الاتحاد المصري لكره السله، وعلى الصور وعلى الاخبار وعلى النتائج. فبنحاول ان احنا نهتم، لان احنا مقدمين على طلب ان شاء الله، وعلي اكيد عنده معلومه بده، احنا مقدمين على طلب استضافه بطوله افريقيا منتخبات الناشئين وناشئات، ناشئين وناشئات السنه الجايه ان شاء الله في مصر. فاحنا مستغلين البطوله دي ان هي تكون داعم لينا للبطولتين الجايين، اللي هو يا جماعه احنا نظمنا كاس عالم من سنتين ونظمنا تصفيات كاس عالم، وبننظم دلوقتي احنا قادرين في اي وقت مصر قادره ان هي تنظم اي بطوله سواء راسي عليها او احنا اللي واخدينها من الاول في أي لعبة، او اديتوها لنا بشكل سريع علشان ننقذ الموقف. طيب علي، السوشيال ميديا والمواقع والصحف بقى لها تاثير ايجابي على اهتمام الجماهير بالالعاب الصالات؟ اكيد. وبنسبه كام؟ هو السوشيال ميديا اكتر. السوشيال يعني ميديا اكتر، يعني اكيد طبعا. بالزبط. انت السوشيال ميديا دلوقتي انت لما ممكن تكون انت بتكتب بوست عن لعيب مثلا، عن تاريخ لعيبه او عن انجاز تاريخ عمل لعيب قبل ما ينزل مثلا حوار لي او خبر في موقع، اللاعب نفسه بيتفاعل، صحابه بيتفاعلوا، اهله بيتفاعلوا، النادي عنده بيتفاعل، الصحفيين بدأوا يتفاعلوا. فطبعا السوشيال ميديا في حياتنا دلوقتي في الصحافه هي اهم حاجه. انا دلوقتي انا ممكن اوصل حوار حصري او سابقه او انفراد ليا عن طريق السوشيال ميديا. انا عملت التحقيق عن طريق السوشيال ميديا، يعني بالتواصل مع عن طريق الايميل او عن طريق الويب سايت او عن طريق ويكيبيديا انجلش، كل ده جمعت عنه اللي انا عاوزه. طبعا بالرجوع كمان للفريق الكره الطايره النادي الاهلي، كابتن محمد مصلحي والجهاز الفني واللعيبه والجيل الذهبي، قدرت اوصل للتحقيق بتاعي. بس اكيد السوشيال ميديا هي اهم حاجه في شغلنا دلوقتي. هل بداتوا فكره تسويق هذا الانجاز عالميا؟ ان شاء الله تسويقه ان شاء الله. يعني فعلا في خطوات كبيره جدا مع الجهاز الفني، مع مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله قريب جدا
بنحاول نوصل ان احنا نتخاطب بالاتحاد الدولي والموسوعة جينيس ان احنا نبدا نجمع الداتا بتاعتنا ومستنداتنا وان احنا نوثق الانجاز التاريخي ده ويبقى معترف بيه دوليا في كل حته في العالم. وكمان مخاطبه الصحف والمواقع العالميه ده شيء مهم جدا. اكيد طبعا هو اصلا اول ما يتعلن لموقع جينيس او الاتحاد الدولي لكره الطايره العالم كله يعرف. العالم كله هيعرف طبيعي. الرقم ده بيفكرني امجد كمان بفكره الاكثر تتويجا بالنسبه لكره القدم. النادي الاهلي الانجاز ده كان ليه دور كبير جدا حتى في اسم وسيره النادي الاهلي في العالم. وان كنت شايف برضه ان احنا كنا ممكن نستغله اكتر من كده. احنا يعني كابتن مجدي عبد الغني الله يمسيه بالخير جاب جون في كاس العالم فبقى لنا يعني 85 سنه على الجون ده قدر يسوقه سواء بقى الناس رضيت بده او ما رضيتش هو قدر يسوقه وقدر يعمل ايمج لنفسه بعيدا عن تاريخه ككوره قدر يعمل محمد صلاح في روسيا بالظبط كده وقال لك ده احنا هنا من ضرب الجزاء احنا في 34 في ايطاليا جبنا اكتر من هدف بالظبط بس هو قدر يستغل ده فانت كنادي اهلي كنت تقدر تستغل اكتر من كده بس في الاول وفي الاخر انت ده اللي انت متعوده في النادي برضه انت ساعات بتبدا ترجع تقول ايه انا متعود على كده انا متعود ان العالم كله بيتكلم عني انا متعود ان انا اول واحد عايز توصل للاعلى مش عايز تقف عند المحطه دي وتبقى فرحان بيها وده بيبان بالتسويق ده بيبان تسويقيا وان كنت شايف ان احنا مؤخرا الفتره اللي فاتت شايف ان احنا حته التسويق عندنا بقت اعلى شويه وشايف ان هي بقت واخده الاهتمام بتاعها بشكل اكبر ان انت تبدا تشوف الناس بره بتتكلم ازاي وبتعمل ايه فتحاول مفيش مشكله خالص ان انت تقلد او ان انت تشوف الناس دي بتعمل ايه وتبدا تعمل زيهم لان انت شايفها مش تقليد انا شايف ان الاعلام بره اصلا دلوقتي ما بيهتم بالعامل الرقمي يعني انت لو بتتكلم عن اسم كبير كلاعب في لعبه معينه دايما بتهتم احرز كم هدف لعب كم سنه بالزبط. فالجزء الرقمي ده جزء من تسويق ايه بطولات وسجل كم هدف شارك انا عايز حته التقليد الناس دي بتستغل ده ازاي ما فيهاش مشكله ان انا اخد وابدا اقتبس وابدا اضيف فيها عليها البهارات بتاعتنا او ابدا احط لكن لا الناس دي عملت كذا فانا مش هعمله خالص علشان ما يتقالش ان انا بقلد لا استغل النجاح بتاعك انت بتعمل حاجه يعني مثلا الرجاء المغربي في بطوله العربيه عمل كامباك تاريخي قصاد الوداد عمل تيشيرت في اليوم الاول باع اكتر من 4000 تيشيرت باع تيشيرت على التعليقات على اللي اتقالت على هذه المباراه الديزاين بتاع التيشيرت ما فيهوش اي حاجه غير الكلام بالعربي مكتوب مزبوط. لمعلق مش مثلا منتمي لنادي الرجاء فاللي هو فارس عوض لا بالظبط كابتن فارس عوض لكن انت شوف انت عندك كام كامباك عملته كام بلس 90 عملتها هي كلها افكار ايجابيه بس ما كنتش عندك التسويق لده لكن هم قدروا في وقت صغير جدا ان هو يبدا يسوق للشغل بتاعه تمام فاحنا محتاجين ان احنا نركز على حته التسويقيه دي بشكل كبير جدا ويعني وان كنت متوسم خير في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله طب عشان انا وقتي بيجري مني بسرعه ومش عارف الوقت كان قصير ليه كده الوقت يجري معاكم والكلام معاكم في هذه الموضوعات مهم جدا الجين الاهلاوي دايما كده تحس ان جين مختلف ومش في الكوره انت بتتكلم في انجاز طايره وامجد بيتكلم في تحضير للسله وفي بطولات الاهلي بيحضرها في الالعاب الاخرى بالزبط. الفتره اللي جايه بالزبط. اشتغلت على ده او فكرت في ده او شفت الجيل الاهلاوي في الانجازات دي مختلف اكيد طبعا النادي الاهلي ما بيعرفش غير الفوز وده اللي بتعلمه كل اللعيبه انت انا دلوقتي مثلا التحقيق ده بعد ما 12 انت مدير فني النادي الاهلي كابتن محمد مسلحي بتقول له انت هتعمل ايه الفتره الجايه قال لك انا كده انا عايز اخد كل البطولات وعايز اوصل ال100 انتصار ل200 و300 انا عايز اكسر كل الارقام اللي هو ما حدش عارف يوصل لي هو الرقم اصلا بقى صعب 100 انتصار ان يحققه النادي في العالم ويحاول يكسرك الموضوع بقى صعب جدا فانك توصل كمان ل200 و300 ده طموح طبعا هيبقى فيه كميه صعوبات بس النادي الاهلي اكيد قادر مش بس في كره الطايره وفي كره اليد وفي كل الالعاب عندنا ابطال كتير جدا في النادي الاهلي في كل الالعاب وان شاء الله في اهتمام كبير جدا بالالعاب مش بس في النادي الاهلي في كل الالعاب وفي كل الانديه وان شاء الله مصر الفتره الجايه في كل الالعاب تبقى حاجه كبيره وفي طوكيو ان شاء الله نشوف انجازات وميداليات كتير جدا تكمله على الصعاب معلش محمد تكمله على الصعاب الاهلي يواجهوا ان هيبقى في الانديه عايزه تقول انا اللي وقفت مسيره الاهلي بعد ال100 فكل فريق هيبقى عنده حافز ثاني ان هو يتقال ايه ده الاهلي وصل ل110 بس فريق كذا هو اللي وقفه فده هيبقى حافز اصلا ضد الاهلي اتمنى ان الجهاز الفني يكون بيتداركه الفتره الجايه برضه فكره الجين الاهلاوي دي انت بقى عشتها وانت حتى في مباريات او حتى وانت قاعد على يعني السوشيال ميديا والاعلام وكده بص هي بتبقى كميه رد فعل غريبه جدا تمام وده بعيدا عن كره السله بتكلم هنا في القدم فكره ان انت خلاص انت في اي لحظه انت مستني ممكن يبقى بيجي جون او بيحصل حاجه تقلب لك الماتش فاتمنى ان الاهلي ان شاء الله
بطوله افريقيا مع ماتش النجم. اتمنى ان شاء الله ان احنا الاهلي لازم ياخد افريقيا السنه دي، ما فيهاش فصال. لازم نحط التاتش بقى. ما ينفعش القعده دي من غير ما ينفعش القعده دي ما نتكلمش فيها في كوره بصراحه. اكيد توفيق النادي الاهلي قدام النجم الساحلي في بدايه مشواره الافريقي في دوري الابطال، وان شاء الله اللقب التاسع ان شاء الله. علي البحيري بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، والتقي بيك على خير دايما يا رب. بشكرك جدا وبشكر قناه النادي الاهلي على الاستضافه دي. امجد الجنيمي شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك يا رب. الله يخليك، انا سعيد باول مره في قناه النادي الاهلي بيتنا. اتمنى ان شاء الله على طول يبقى الاهلي متقدم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. حلقه كانت مهمه جدا، والحديث عن العاب الصالات مهم جدا بالنسبه لكل الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. وانا على المستوى الشخصي تشرفت بالحديث عن هذه الالعاب سواء بالنسبه للجماهير بشكل عام او العاب الصالات لجمهور النادي الاهلي بشكل خاص، لان بيبقى شرف كبير جدا وانت بتتكلم عن هذه الالعاب تحديدا داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. استعداد وتشجيع ومنافسه ومباريات على اعلى مستوى، والحميه وحب النادي الاهلي بيبان قوي داخل صاله امير عبد الله الفيصل في كل هذه المباريات سواء سله طايرات او حتى الالعاب الفرديه. كل التوفيق يا رب لاسره النشاط الرياضي واسره النادي الاهلي في المرحله القادمه، ودايما يا رب باذن الله العاب الصالات داخل النادي الاهلي موجوده دائما وابدا على منصات التتويج. الى هنا بشكركم والتقي بكم يا رب على خير في حلقات اخرى قادمه، وان شاء الله كابتن خالد العوضي خلال الفتره القادمه بالتاكيد ان شاء الله هيكون معاكم في برنامج العاب الصالات. شكرا والى اللقاء.